من كوالالمبور إلى الجزائر، أكبر مشروع استثماري ضخم في مجال الفولاذ والألمنيوم يتجسد اليوم بفضل السياسة العامة للدولة التي أقرت جملة من الإجراءات التحفيزية أهمها قانون الاستثمار الجديد. أخيرا اخترنا الجزائر بفضل توفر الأمن ومحيط الاستثمار الإيجابي هنا. مجمعنا سيفتح مشروعا كبيرا في قطاع الفولاذ والألمنيوم. 6 مليارات دولار هي القيمة الاستثمارية الأولية لهذا المشروع الضخم والاستراتيجي لمجمع ليون الماليزي في قطاع صناعة الألمنيوم وخامات الحديد للاستغلال الصناعي. مشروع ضخم بأكثر من 6 مليار دولار على ثلاث مراحل. هذا المشروع سيمكن من خلق أكثر من 10,000 منصب عمل. اليوم ناقشنا مع الرئيس المدير العام والوفد اللي كان معاه التجسيد الفعلي لهذه المشاريع، وبدأ اليوم بإجراءات إنشاء المؤسسة، وسيتم تسجيل أول مشروع لنقل من الوحدة من كوالالمبور الماليزية. الجزائر التي توفر مناخا استثماريا محفزا بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الأجانب تسعى اليوم من خلال هذه الشراكات إلى بلوغ صناعة حقيقية بالتفتح نحو العالم والتوجه نحو العمق الإفريقي.